تركيا في دقيقة. وزارة الدفاع التركية تؤكد أنه سيتم إزالة 80,000 لغم أرضي في أقصى شرقي تركيا من خلال مشروع عده الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الرئيس أردوغان يشير إلى أن البلاد ستتخذ خطوة جديدة وتاريخية بشأن قضية تغير المناخ، وهو نتيجة طبيعية لثورة التنمية الخضراء والتي يعتقد أنها أحد الأهداف الأولى والأكثر أهمية في رؤية عام 2053. استورد أجود أنواع الألبسة من تركيا. وزير الدفاع الوطني خلوص أكار يشارك في احتفالات الذكرى 84 لانتصار بريفيزا البحري ويوم القوات البحرية. الرئيس أردوغان يؤكد أنهم بصدد إطلاق لجان صلح في كل محافظة قريبا، وبالتالي فإنهم يهدفون إلى تقديم حل يخفف عبء العمل عن القضاء في نظامنا القانوني. تركيا في دقيقة.